بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أشكر سمو الشيخ منال بنت محمد على دعوتي لحضور هذه المحاضرة القيمة التي استفدنا منها جميعا، وأود أن أشير في ذكرياتي بالنسبة لدعم القيادة الرشيدة للمرأة في دولة الإمارات، وأهم هذه المواقف موقف مع المقفول له بإذن الله مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، وكان أيضا بدعم وبتوجيه من سيدتي صاحبة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عندما يعني بدأت خريجات الجامعة بالحصول على وظائف وفرص في العمل، وتتابعت مسيرة الخريجات رجعت بعض النساء التي لم يكن لديهن مؤهل جامعي وطالبن بأن يكون لهن مجال وفرص عمل يستطيعن من خلالها خدمة وطنهن. فما كان من المقفول الشيخ زايد إلا أن أمر بإنشاء مصنع تمور الفوعة، وهذا المصنع أتاح لعدد كبير من النساء اللاتي لم يتمكن من الحصول على فرص تعليمية قادرات على المساهمة في العمل الحكومي بأن يكون مساهمات في العمل المهني والعمل الصناعي. فبدأت المرأة تعمل منذ ذلك الوقت في مهام تعبئة التمور، ويعني إنجاز ما أهداف هذا المصنع والتحاقها والتحامها بالبيئة يعني الزراعية. فاستطاعت المرأة أن تكون لها فرصة مثل فرصة المرأة المتخرجة من الجامعة، وهذا في حد ذاته التفكير في تمكين المرأة وفي دعم قدراتها وفي دفعها للمشاركة الاقتصادية لبناء الاقتصاد الوطني.